ازول حبيبي وحبيباتي، معكم حبيبتكم ديهيا اللي تحبكم قد الدنيا. الموضوع تاع اليوم هو 6 مواصفات اذا وجدتها في شخص ولا وجدتها في علاقه وفرط فيه فانت اكبر غبي. بصراحه هذا الفيديو والعنوان اعطاه لي شخص من اللي تبعوا القناه تاعي، ونقول لهم شكرا ليك تنمير اكبر تحيه، وعجبني الموضوع وراني درت لكم فيديو على الموضوع اللي عطاه لي هو. قبل ما نبدا الفيديو تاعي نقول لك اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، واذا كنت جديده معنا في القناه تاعنا وعجبك الموضوع اللي راني نديره وحاب تشوف مواضيع اخرين الجايين اللي راح نديرهم ما تنساش تدير ابوني، ما تنساش تدير ابوني في هذيك الحمراء اللي جايه تحتها ما تنساش تدير ابوني في القناه تاعي باش يوصلوا كل فيديو جديد نديره. قبل الو خلونا نبداو. قبل ما نبدا نقول لكم شمال هذه 6 الاشياء المهمه بالنسبه لي انايا. كل واحد فينا عنده المقاييس والمعايير اللي على اساسها يحدد العلاقات تاعه درجه الاهميه تاعهم بالنسبه له هو. وهذه المقاييس وهذه المعايير تختلف من شخص الى اخر، طبعا نسبه ادواقنا لاختلافاتنا لتربيتنا لحياتنا لعقلياتنا، وهذه حاجه تماما طبيعيه. اذا ممكن صالح انا بانوا لي حاجه مهمه بالنسبه لواحد اخر يبانوا له حاجه تافهه، والعكس صحيح. الو هاد الستة اللي راح نقولهم دركا انا نشوفهم مهمين بالنسبة ليا ونعتبرها حاجة مهمة، يعني فاهمين كيفاه حاجة مهمة اللي كون وجدها للستة هادو كاملين، هادو الستة كاع كيما دارو كون وجدتهم في علاقة ولا في شخص ونفرط في هذاك الشخص سواء كان صديق سواء كان من العائلة، ماشي اللي نعتبر اكبر غبية وانما ممكن نعتبر خصنا كنز، لان الناس كنوز. فكري يقول لك رجال كنوز، لكن انا نقول لك الناس كنوز، لان في وقت اللي رانا فيه صديق ومراه وتخرج لك يعني في وقت الشده فحله، فاهمين شنو قصدي. المهم باش ما نطولش عليكم خلونا ندخلوا ديريكت. اول حاجه راني كتبتهم هنايا، اول حاجه راني كتبتها انسان يعطي قيمه ومكان في حياته. هذه فريمون حاجه مهمه. واش معناها يعطيني قيمه في حياته؟ انسان بلاصه تاعك ما يتمسها لك حتى واحد، مهما طولت مهما بعدت عليه مهما ما رفدتش التليفون وعيطت له مهما ما حوشت عليه، النهار اللي ترجع مهما رحت ولوليت تبقى نتايا نتايا، وصعيب انك تبقى اصدقاء كيما هكا. حاجه اخرى واش معناها يعطيني قيمه في حياته؟ معناها انا انسان نكون من اولوياته وافكاري تكون حاجه مهمه بالنسبه له، يعني لما نقول له حاجه يجي يطلب الراي تاعي ونقول له فكره ولا نعطيه راي، ماشي يسمع دخل من ودن هذه وخرجت من ودن هذه، وانما على الاقل يخمم فيها. مانيش نقول له يديرها ناحيه حياته بيان سور هذه حاجه عاديه، لكن على الاقل انه يخمم فيها. حاجه واخدخرة بغيت نقول سيفري هاد الكلمه تاع يعطي قيمه في حياته نحسبو بزاف ناس كنا حاسبين روحنا وعبالي صرات لنا كاع، كنا حاسبين روحنا بلي حنايا مهمين في حياتهم، مي كيجينا في الواقع حاجه تافهه بينت لنا بلي حنا ما نسوا والو. على بها انا نشوفها حاجه مهمه انه انسان يعطيني قيمه وبلاصه في حياته. الحاجه الثانيه هي انسان يتذكرك في اتفه الاشياء، وانسان اللي يتذكرك في اتفه الاشياء تعرف غيمو بلي عنده قيمه في حياته وبلي بلاصه عندك بلاصه في حياتك. كيفاش هذه؟ باغ اكزومبل ديفو هكا صحاباتي ولا كونوا معاهم كونوا نهضروا على لبسها كونوا نهضروا على شي حاجه، اي تكون هي تمشي باغ اكزومبل تشوف لباس دي هي تبغي هذا اللباس تعيط لك كيما هكا، الو وي دي هي عباكي داك اللباس اللي كنا نحكوا عليه هكا بلا ما تحس بلا ما يحس بالغير شعور، ماشي يلعبها يقول لك شوف باسكو اللي يلعبها يجي باين واللي تلعبها تجي باينه، وانما باغ اكزومبل تبعث لك ميساج اليوم كنت في الريستورون فلاني وتفكرت بلي كنا مع بعض هذيك لينا وحنا جماعه وضدنا كذا وكذا وكذا، ما تحسش كاع حاجه مهما كانت تافهه يتفكرك فيها، تعرف بلي نتايا عندك فريمون بلاصه وقيمه في حياته وفي الذاكره تاعه. نتمنى نكون شرحتها لكم غايه وما نكونش فوت عليها هكا. حاجه واحده اخرى، شخص يحترم قراراتك ويشجعك، هذه حاجه مهمه. انسان لما نتايا دير قرار في حياتك يحترم هذاك القرار في حياتك، والاهم انه يشجعك، لان خطرات نديروا قرارات في حياتنا لكن الانسان اقرب الناس لينا هما اللي يفشلونا، واقرب الناس لينا هما اللي يطيحوا لنا المورال وهما اللي يخلوك تكون فاشل. علاش؟ وهذا بسبب انك تقول لك المجتمع بايزون كي تبغي دير مشروع ولا كيما هكا يجي يقول لك شراك دير ومنا وطيح لك كاع المورال وكملك. وهذه فريمون راهي تصرا، يعني كاع صرات لنا، ممكن بغينا نديروا حاجه كيما هكا وكتروح تقولها للصديق ولا اقرب الناس لك هو الاول اللي يفشلك. مادام رانا دخلنا في هذه النقطه باغي نقول لكم قصه صرات في الوحده في الفيسبوك. كاينه وحده في الفيسبوك اتصلت بيا قالت لي دي هي عندي بروبليم كبير. كي قلت لها عندي بروبليم كبير رديت عليها قلت لها وي واش هو البروبليم؟ قالت لي انايا كنت نبغي واحد نوار يقرا معايا في الجامعه. قلت لها ايا وراها البروبليم؟ قالت لي هو جا خطبني. ايا وراها البروبليم؟ قلت لها والدي قبلو ولا لا؟ قالت لي واه قبلو. ايا وراها البروبليم؟ قالت لي صحاباتي
صحاباتها قاعدوا يقولوا لها بلي كيفاه تزوجي مع واحد نوار وحشموا بيها، وقاعدوا يقولوا لها الناس قاعدوا يزعقوا لي غادي يزعقوا لي وتزوجي بواحد. فريمون شفتوا بلي دي فو يعني واش باغيه تتزوج مع واحد نوار والديها قابلين اي الو اي يوم بعد عبالي دي فو كاشين عبالي دي اي الو كاين اللي تعجبهم فيكم كاين اللي قاعد يضحك عليها كيسمعني يقول اي الو اي الو. ومن بعد شفتوا بلي دي فو كاين يتخذوا قرارات في حياتنا مالغري هذيك القرارات تكون ممكن هي سبب في السعاده تاعنا لكنها ماشي ملائمه ليهم هما ماهيش عاجبتهم هما، مش لانك تضرك هذاك القرار ما غاديش تضرها انها تتزوج مع واحد نوار هي تبغي هو يبغيها وهي سعيده معه ولديها راه مقابل الام. ومن بعد بس هما ما عجبتهمش باسكو ما عجبتهمش. فاهمه كيفاش على بها الانسان اللي يبغيك يبغي لك السعاده تاعك. حاجه واحده اخرى شخص هذه فريمون توشيني شخص لا اخاف ان اتشاجر معه وبقوه هذه فريمون اللي قلنا نحطوا عليها نقطه. الانسان باه نخسرهم كي ندابزو معاهم تخسرهم فاسيلمون كان هنا وراح. بس حتى هو لهذاك الانسان اللي تدابز معاه وداك عارف باللي ما غاديش تخسره وتدابز معاه بقوه ديفو توقف في وجهه ديفو تعيط ديفو تعاير باسكو ديفو هاك صحاب وحبابات بيناتهم يعايروا بعضهم. بس هذيك المعايره ماشي معايره اللي تجرح وانما يقول لك المعايره بين الاصدقاء كيما مثل الكلام الحب ما بين العشاق. معناها دابز معاه بقوه هاكا مع بالي جرح كيفاه ما تخافش انك تخسر هذاك الانسان. هذه حاجه نشوفها انا مهمه بزاف لانك ماشي اي شخص. انا اصلا ما ندابش انا انسانه نجبد روحي بصح الانسان اللي يدخل معاه في علاقه وندابز معاه بقوه وندوق في وجهه ونهضر ونزقي ونضرب الطابله معناها بلي هذاك الانسان مهم بالنسبه لي. والاهم من هذه اني انا ارتحت له انا ارتحت لهذاك الانسان وراني نزقي معاه وراني ندابز معاه كراني ندابز معناها انا ارتحت. هذه حاجه تهمني انا. حاجه واحده اخرى شخص اذا تفارقت معه اعرف انه صح. وحاجه واحده اخرى انسان اذا تفارقت معه ولا انسانه اذا تفارقت معها تعرف باللي اسرارك غادي تقعد محفوظه. هذه حاجه. والحاجه الثانيه حتى بعد الفراق ولو تفارقتو ورفدت التليفون وعيطت ما غاديش تردك حتى لو بس توصلت بينكم حاجه ما غاديش تردك. حتى لو رفدت التليفون وعيطت وقلت راني محتاجك راح يجي هذاك الانسان. هذه قليله وهذه حاجه مهمه بالنسبه لي. حاجه واحده اخرى يا عمري هذه تعجبني بزاف هذه التاليه هذه النقطه التاليه. شو شعرنا انا دايره في الموضوع انا دايره 5 دقائق. مهم انسان لما يكون في اسوء حالاتي ويكون الدنيا كيما يقولك مطبقه عليا باش دوك نقول لك جيما باسكو كاين شي ناس عندهم عيب تكون الدنيا مطبقه عليا يجي هذاك الانسان ولا هذيك الانسانه ويرجع لك الابتسامه يطلع لك المورال. بنادم يطلع لك المورال في حياتك يرجع لك هذيك الابتسامه. هذه فريمون حاجه مهمه لان ماشي بزاف ناس لما تكون انت في اسوء حالاتك يقدروا زعما يضحكوا كيما نقولوا ولا يساعدوك ولا اتس اوكي okay. يحسك بلي مازال اتس اوكي كيش نقولها لكم لا باس ماهيش النهايه تاع العالم. لاننا ديفا نساو روحنا ونخلو الدنيا والهم يدينا وقليل ونادر انك توجد انسان اللي يرجعك لهذيك السعاده تاعك ولا يرجع لك هذيك البسمه تاعك. المهم هادو هما النقاط اللي انا يبانوا لي مهمين لو كان وجدهم في علاقه ما راحش نفرط فيها سواء هذيك كي نقول علاقه ما تروحش تايم راسك بالعلاقه غراميه ولا ممكن تكون علاقه صداقه ممكن تكون علاقه في عمل خاصه في العمل. هادو صوالح انا بالنسبه لي مهمين بزاف في العمل في العمل كي قلت لك صداقه اي حاجه واحده اخرى. المهم نتمنى هاد النقاط يكونوا عجبوكم هكا تكونوا تعرفتوا عليا اكثر وتكونوا نتوما ثاني مع باليش ممكن استفدتوا منكم مع باليش كاع هاد الفيديو فاش غادي يفيدكم. مي المهم بغيت نقول لكم بلي نحبكم تهلاو في روحكم واذا عجبكم الفيديو ما تبخليش عليا باللايك. وحاجه واحده اخرى اذا كنت جديده معنا وعجبك الفيديو ما تنساش ديري ابوني في هذيك الحمراء اللي جايه تحت هكا يوصلك كاع الجديد اللي نديره. نقول لكم نحبكم نقول لكم كنتم عادي هي اللي تحبكم قد الدنيا.